الشعب الفصيصي كله ما عايش على امل. والوضع اللي احنا فيه كثير صعب، صعب جدا بسبب الحياه اليوميه واللي بنشوف من الاحتلال. والوضع اللي احنا فيه، الشعب الفلسطيني بحب السلام، بحب الحياه، وبحب بكره يكون احسن من اللي قبله. اما ان الشعب الفلسطيني كله يكون سعيد ونعيش بطريقه زينا زي باقي الشعوب، زينا زي باقي الشعوب، لان هي اخر منطقه صفت. فلسطين اخر دوله في العالم صفت في الاحتلال، يعني اقدم احتلال في العالم اللي هو عندنا الاحتلال الاسرائيلي. لا انا وجهه نظري ايجابيه، وبتوقع مع الدعم اللي بيجي الشعب الفلسطيني للقضيه الفلسطينيه، سواء كان من فرنسا او من باقي الدول الاوروبيه او من امريكا او من روسيا، راح يكون وضعنا، واملنا في الله اكبر كمان، يعني انه يكون وضعنا احسن من هيك بكثير، ونعيش بطريقه محترمه. كفلسطينيه بتمنى اني اعيش بحريه، اعيش في بلد امن، بتمنى انه الاحتلال ينتهي ونعيش كفلسطينيين مثل باقي شعوب العالم، كشعوب آمنة قادرة إنها تمشي بالشارع بدون ما تتعرض لأي خطر. بتمنى إنه يندحر هذا الاحتلال، بتمنى إنه إخوتي يطلعوا من السجن اللي هي سجون الاحتلال الإسرائيلية اللي هي الظلامية. بتمنى إني أقدر أروح على كل محافظات وطني فلسطين وأسترجعها مثل أي مواطن في بلده بدون تشيك بوينت، أقدر أعيش بسلام. بتمنى إنه الشعب الفلسطيني يعيش بسلام، وبتمنى أطفال فلسطين يصحوا على الحياة في المستقبل، يلاقوا حالهم في مكان ملائم للعيش، مش مثل الحياة اللي إحنا عم نعيشها هلا حاليا. بتمنى فلسطين تكون أحلى بلد بالعالم. كمان أملي إني أسافر على أكثر من بلد أنا نفسي أروحها. بتمنى إني أكون أفضل صحفية على الأقل على المستوى العربي. بتمنى أتعلم الإخراج، ونفسي أعمل فيلم ينجح ويكسر الدنيا. نفسي في كتير شغلات كبنت فلسطينية، بس أهم إشي في حياتي بتمنى إنه فلسطين تتحرر. صباح الخير يا ولاد عمومنا، تفضلوا شرفونا، شو بتحب مضيفكم، دم عربي ولا دموع من عيوننا. كلمة الأمل بالنسبة إلي، الأمل هي أنك تحقق الأشياء اللي بدك إياها، هي أنك تؤمن بأنك عندك القدرة أنك تحقق أحلامك وطموحك. الأمل هي قدرتك على فعل الأشياء. بالنسبة إلي شخصياً، الأمل هي أسباب الوجود، هي أسباب إن إحنا عايشين، إن إحنا عنا القدرة، عنا الطاقة نكمل حياتنا. الأمل إنك تصحى يوم وتشوف الدنيا بألوان ثانية، تشوف إن فلسطين متحررة، عنا دولة فلسطينية مستقلة. الأمل إنك تعيش الحرية، تحس بأنك بتعيش مثلك مثل غيرك في دول العالم. الحرية هي مش حكر على أي حدا، وإحنا يعني نستحق إنها تقول لنا. الأمل هو الوحيد اللي بيخلينا نعيش في ظل هالظروف اللي إحنا موجودين فيها، سواء من وجود احتلال، وجود حواجز، ما في إمكانيات وموارد عنا. الأمل هي وسيلة وأداة ودافع بتخليك تستمر إنك تعيش. الأمل هي إنك مش بس تعيش، إنك كمان تحلم وتحقق كل أمالك وطموحاتك اللي بدك إياها. فالأمل هو سلاحنا الوحيد الموجود معنا. المستقبل للناس الفلسطينية بيختلف من إنسان لآخر، بس أكيد الهدف واحد، إنه اللي هي أساساً ترتكز على الحرية والاستقرار والسلام. إيش بتمنى لابني؟ إنه طبعاً يعيش حياة سليمة، حياة
منيحة، يتعلم بأحسن مدارس أحسن جامعات، يكون له مستقبل منيح من ناحية علمية ويعتمد على حاله، وبالنهاية يكون مبسوط. بدي أحط شغلة واحدة، إنه اللي بتمنى أي شاب أو أي بني آدم فلسطيني بيختلف عن اللي بتمنى شاب فرنسي. الفرق إنه في فرنسا عندهم حرية، إحنا بنتمناها هي موجودة عندهم، فهم بيكون بتمنوا إشي تاني، بتمنى يدرس، بتمنى يسافر، بتمنى يتزوج، بتمنى أي إشي تاني. أما إحنا كشعب فلسطيني أول إشي بنتمناه إنه الاستقرار والحرية. الأمل بالنسبة لي في الحياة كفرد من الشعب الفلسطيني المظلوم المقهور المحتل، إني أشوف الحرية كباقي شعوب العالم، وأعيش حر في بلد مستقل زي باقي الشعوب في جميع أنحاء العالم. طبعاً إحنا بالنسبة لنا الأمل كتير مهم، ولازم نضل متمسكين بالأمل رغم إنه هذا الأمل صعب إنه يتحقق في هالظروف اللي بتحيط فينا في فلسطين وحوالين فلسطين، لكن أملنا طبعاً بضل بالله وبالحياة، إن نعيش الحياة كيف ما كانت. يعني إحنا الرياضيين طبعاً بنواجه مشاكل كتير كتير صعبة جداً بسبب الاحتلال وضغط الاحتلال علينا، ما بناخد راحتنا في السفر وفي الروحان والجيان للمشاركات في البطولات الدولية والمشاركات حتى في البطولات المحلية في فلسطين، لأنه زي ما بتعرفي أنت التنقل من بلد لبلد أو من مدينة لمدينة داخل فلسطين صعب جداً بوجود الحواجز والمحاسيم الموجودة على الطرق، فمش كل رياضي بياخد راحته في التنقلات، ولكن إحنا كرياضيين بنقهر الظروف وإحنا بنصنع الظروف وبنضل محافظين على الرياضة وبنلعب رياضتنا، وإن شاء الله الأمل برب العالمين. والله للأمانة إنه ما في إشي بخلي الإنسان أو الفرد الفلسطيني انه يعني يشوف انه في حياة وفي يعني بصراحة مش عايشين الحياة اللي بيعيشها اي فرد في من جميع انحاء العالم، لكن احنا بنتمنى انه نصير كباقي الشعوب، وزي ما حكت لك املنا برب العالمين انه مستقبل فلسطين السنوات اللي جاي تكون أفضل على الشعب الفلسطيني وأبناء الشعب الفلسطيني. بالفيديو احكي عن حالي ولا ما احكيش؟ لا خلاص، بس انت حكيت عن حالك، بس احكي عن شو الامل الامل اللي عندك انت في فلسطين. ما حكينا عليه. اوكي يلا بلش. احنا الفلسطينية بالنسبة لي لعمري احنا بمرحلة احنا الفلسطينية سلاحنا هو بتعلمنا والتعليم والدراسة وتحقيق احلامنا جميعيات واهدافنا بالعالم، وان نوصل فكرتنا لجميع الناس وجميع العالم انه احنا قادرين ان نوصل اللي لاهدافنا واللي بدنا اياه وباحلامنا. ويوم من الايام هذا المحتل راح يروح، ما راح يضل شيء، وراح ندافع عن حقنا بارضنا، رح ندافع عن حقوقنا إحنا الفلسطينية، ورح نتابع تعليمنا، ورح نتابع كل شيء وحياتنا الطبيعية 100%، ورح نهزمهم أكيد. La esperanza que tenemos aquí nosotros los palestinos es muy poca porque la situación militar que tenemos en contra los israelíes es algo que nos limita a todo. Nos limita a trabajar, nos limita a tener libertad de expresión, libertad de
de cómo salir, de cómo ir. Pero siempre hay una esperanza, y más que todo en los jóvenes, en sus estudios, en sus trabajos, en que en un futuro lleguen a hacer algo. Claro, nosotros los palestinos tenemos un futuro casi limitado, porque los israelíes no nos dan mucho acceso a cosas que nos sirvan para un futuro. Pero con la ayuda de Dios, si Dios quiere, todo saldrá bien y el pueblo palestino, después de todo lo que ha pasado, llegará un día en que tendrán algo bueno para su país. يعني كل إنسان فلسطيني أمله الوحيد يعني هو الاستقلال، الاستقلال وخلاص من الاحتلال، لأنه الاستقلال بيعطيك مميزات كبيرة في المستقبل، تكون حر في عملك، حر في تفكيرك. يعني أنت الآن في التفكير حتى محدود، ما تقدر تفكر حسب ما بدك، لأنه محسوب عليك كل كلمة. فالاستقلال هو الأساس في الحياة. طبعاً احنا أملنا نعيش عيشة طيبة، عيشة فيها خير وفيها أملنا كمان إنه نروح ونيجي على أي مكان بدون ما نكونوا يطلعوا علينا كأننا إرهابيين، مع العلم إحنا جماعة يعني مسالمين. لكن بس بتروح على أي دولة وتذكر وتحمل جواز سفر فلسطيني، الجميع بتطلعوا عليك وبشيروا عليك بإصبع الاتهام إنك أنت مشبوه. مستقبل الشعب الفلسطيني زي مستقبل جميع الدول اللي بالجوار، لأنه إحنا جزء من هذا الشرق الأوسط وجزء من المعادلة العالمية. أنا حسب اعتقادي المستقبل مظلم إلا إذا تدخلت القدرة الإلهية. Hope, it's a funny question. A lot of people don't believe in hope. I believe in hope, but not like before, but it's difficult. In the last year you've heard of the ISIS people, so, you know, they're popping out, you know, so you don't have much hope when you hear that kind of thing. You're scared if they come to Bethlehem, you know? So, of course, that's not a good thing. Hope is not looking so good. Even with Palestinian passport, you can't even go to any country. You need visa. You can only go to 4 countries visa-free. Jordan, Malaysia, one in Africa, and one in South America. That's it. Just recently, in 2 weeks, we had Armenia. But that's about it. So we can't go to Jerusalem. That's another problem. In terms of hope, it's very small. But there's a chance. But we don't know. طبيعة شغلي استقبال زبائن وبحاسب الزبائن. طبيعة شغلي بتفرض علي اني احترم جميع الزبائن او اني اتعامل مع كل زبون حسب ما هو كيف بيتعامل في بيته اللي بيعيش فيها، لانه انا كصاحب كمدير موقع لازم اتعامل مع الكل سواسيه، لانه طبيعة شغلي بتفرض علي اتعامل مع كل واحد شو بتعامل في بيئته مش انا شو بتعامل في بيئتي. نورمال طبيعي الحياة في بيت لحم، ناس متعايشة مع بعض، متآخي اسلامي مسيحي في محافظة بيت لحم. بنفرقش بين مسلم ولا بين مسيحي في محافظة بيت لحم، احنا بنعيش هون اخوة. الوضع كشغل وكاقتصاد مش منتعش، ميت. الشغل في فلسطين سيء جدا يعني. الدخل المادي مش هذاك الدخل يعني. انا في ناس في محافظة بيت لحم بتشتغل توصلش الحد الادنى للشغل للاجور في فلسطين. امنيتي في الحياة أمن مستقبلي ومستقبل ابني، إن أعيش حياة كريمة وأعيش حياة كريمة ونعيش بسلام في فلسطين. الشعب الفلسطيني شعب متعايش يعني، شعب متسامح متهاون مع الجميع، وأمنيته إنه يعيش في وطن
نحن نحلم بوطن. لا يوجد وطن، نحن نحلم بوطن. نعم، هذه أمنية جميع الشعب الفلسطيني. سؤال أصعب. أنا أتمنى أولاً تحرير كامل فلسطين، وأعني كامل فلسطين 27500 كيلومتر، حيفا ويافا وكل فلسطين من البحر إلى النهر. كما أتمنى أن شعبي المقهور المظلوم المشتت في بقاع الأرض أن يرجع إلى أرضه مكرماً عزيزاً مكرماً. هذا اللي أتمنى. قبل ما أتمنى الأمور الشخصية اللي إلي، هذا على الصعيد اللي هو واجب على كل فلسطيني، كل الفلسطينيين الموجودين في بقاع الأرض، الفرح والحزين، اللي بعاني واللي مرتاح، حقه الطبيعي إنه يرجع لفلسطين، لحيفا ويافا واللد، حقه الطبيعي إنه يرجع لهاي الأرض المباركة. هذا اللي أتمناه لشعبي، شعبي العظيم اللي مؤمن فيه. بالنسبة لطموحات الشخصية وأملي إنه أكبر مصنعي وأفوت العالمية في صناعة فلسطينية، هذا اللي أنا بتأمله. وأصعيد الشخص يعني بتأمل إنه أستمر في حياتي إنه أعطي هذا الشعب. The situation in general, we are under occupation that have created a lot of problem for the Palestinian. So it's hard. But there is hope. Always we see that people, the Palestinian. I remember all of this. The Palestinian built their homes with a rock to keep it for all the time. And this is the main idea of to keep the hope, because the hope is like the stones of the old city. Until the old city is still, there is hope, and that's what we're looking for. And the circle of the history is going in the same way, the hope. Occupation start, occupation end, and we continue in this life. Always there is occupation and always it's end, and the Palestinians will stay forever. So this is what we learn from the history. You ask me about the hope for Mustafa as a person. I have hope first. Of course, the most important is the family. For me, it's keep the hope, because if you have a family, you can't afraid from the world. They keep you, they support you. This is the love of the family who keep the hope. The other thing that, for me as a filmmaker, as an artist, I see the hope for creating, in the creating, in making something special, something unique in my work. And of course, I have the duty to give the message to the world about the situation here. هو من أعرق وأقدم مقاهي فلسطين على الإطلاق، أنشئ عام 1892 بالعهد التركي ومر بعهود متعددة، العهد البريطاني وعهد الإسرائيلي والعهد الأردني وعهد السلطة الوطنية الفلسطينية. مقهى الهموز يمتاز عن المقاهي التي أنشئت في فلسطين بأمور متعددة، مكانه الجغرافي ونوعية الزبائن الذين يحضرون إلى المقهى وكيفية أداء العمال في المقهى. تاريخ المقهى ليس فقط تاريخ عملي بالنسبة للزبائن، ولكن تاريخ سياسي خاض أمور بغاية الأهمية لعائلتنا، عائلة الهموز. احتل المقهى من قبل القوات البريطانية عام 1942، فكان ثكنة عسكرية، وتستطيع الآن أن تنظر إلى الصور المعلقة داخل المقهى. وفي العهد الإسرائيلي أغلق فترات متعددة، إذا تذكر الانتفاضة عام 1987 الأولى والانتفاضة الثانية، وكانت مكان لالتقاء المناضلين. قبيل الاحتلال الإسرائيلي عام 1965 كان هناك اجتماعات الشهيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية للمنطقة الفلسطينية مع المقاتلين الفدائيين الفلسطينيين داخل المقهى، ومن ثم
تطور المقهى إلى ما هو عليه الآن. وفي الوقت الحاضر أثناء في الوقت المعاصر أثناء ما أغلقت جامعة النجاح الوطنية بعهد الانتفاضة، كانت المقهى مكان للتعليم الجامعي لتخريج الطلاب الجامعيين لأخذ شهاداتهم الجامعية. إضافة إلى ذلك هناك تاريخ قديم يطول شرحه بالنسبة للمقهى، حضور كبار الممثلين والمغنيين والمشهورين في الوطن العربي مثل أم كلثوم وفيروز وفريد الأطرش ويوسف وهبي والكثير الكثير من الممثلين. وكان هناك المقهى يعد مكان للمسرح والالتقاء لكبار شخصيات فلسطين. أملنا نحن عائلة الهموز أصحاب المقهى أن تبقى المقهى في أوج عطائها واستمرارية خدمة الشعب الفلسطيني وخدمة الزبائن الفلسطينيين الذين يحضرون إلى المقهى. أملنا كسائر آمال الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية وتحريرها من دنس الاحتلال واستمرارية العطاء، هذا أملنا كما هو أمل كل الفلسطينيين. الأمل هو شيء أساسي بالحياة، هو بعطي كل إنسان فرصة ليتقدم، فرصة لأنه ينجح، فرصة لكل شيء بالحياة يوجد الإشي اللي بده إياه. أهم شيء بالأمل أنه يكون الإنسان سعيد، فالسعادة هي الأمل. يعني كل إنسان عنده بيكون هدف بحياته، الأمل اللي هو أنه يوصل للإشي هذا، يوصل للمرحلة اللي هو بده إياها بحياته، فممكن أنه بجسد الأمل بالسعادة. المستقبل بالنسبة لي بمدينة نابلس أو بفلسطين هو أنه الإنسان يوصل للإشي لمستوى جيد من المعيشة، يوصل لمستوى خلينا نحكي عالي من الحياة والرفاهية، وكمان بنفس الوقت أنه نعيش كمجتمع حر، مجتمع ما في عنده أي مشاكل مثل ما بنشوف بأي مجتمع تاني في مشاكل اللي بتصير، مشاكل محلية أو مشاكل الأسرية، مشاكل مجتمعية، كلها هاي بتمنى أنه تنحل. وكمان بتمنى من كل من له يد أو له دخل يساعد. شو يا شباب؟ بعد ما قربنا نخلص بعد ما قربنا نخلص يعني بدك تعمل مقابلة؟ نعم والله عن جد. بكرة. So as you see, sorry, زي ما انتم شايفين بتمنى دائما انه نعيش بحرية وبسلام، واتمنى كمان الشباب يرتقوا لمستوى ثقافي عالي. في بروجكت هوب شغلنا مش بس في هذا المركز، كمان شغلنا في المخيمات في القرى حوالين نابلس، وفي كمان في البلد القديمة وفي نابلس المدينة نفسها. طبعا الشغل رح بيكون عادة حصص انجليزي او فرنسي او كمان موسيقى وفن ورياضة مع الاطفال ومع الكبار. عادة الحصص الترفيهية بتكون مع الاطفال، وعادة بيكون بعد المدرسة، فهي بتكون نشاطات ترفيهية للاطفال، وهذا الاشي اكيد ضروري لانه في المدرسة بس منهجي، فبعد المدرسة بيكون في المراكز الثقافية في المدينة وفي المخيم وفي القرى، فهذا الاشي اكيد ضروري للأطفال. انا شاركت في كتاب رسالة الى جندي اسرائيلي، وقصتي كانت اسم البطلة، اسم البنت امل كمان، فالامل موجود في دايما في موجود عنا في قلوبنا، ممكن نحكي الأمل إنه إحنا صلنا 67. أنا أصلاً من يافا، وحالياً أنا بسكن في مخيم عسكر، فصلنا 67 سنة إحنا عم نستنى نرجع على يافا، فالأمل إنه تستنى إنك ترجع هذا أمل كتير كبير، وإن شاء الله نرجع. فالأمل هو العودة ليافا والبحر. أكيد بتمنى الحرية لفلسطين،
وبتمنى انه الشباب جيل الشباب يفكر اكثر بفلسطين. بعرف انه الصعوبات الحياه كثيره وانه الوضع كثير صعب، بس فلسطين كمان بحاجه إلنا. كلنا عندهم دبابات واحنا عندنا حجار، بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال. يا فلسطين الاحرار يا غزه الابطال الصهيوني جاي. سوفيكم اون بار دو لسبوار اون بار دو ليديكاسيون ليديكاسيون دي جون جويف des jeunes musulmans, des jeunes chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire l'espoir? C'est ça qui commence. On doit avoir la bonne mère pour avoir un bon gars, comme on dit. Des gens qui aiment les autres. L'espoir, c'est pour tout le monde. L'espoir, c'est la vie entre les musulmans, les chrétiens et les juifs. Ça, c'est l'espoir. Pour avoir des relations, des meilleures relations qu'on a besoin aujourd'hui. Moi, je vois que c'est la mère pour les trois religions, ça être une bonne mère, une mère avec l'esprit, avec l'espoir pour le bon Dieu, pour bien-être, pour vivre bien, pour ne pas faire tuer pour rien, pour ne pas faire se tuer pour quelques euros ici et là. Non, l'espoir, c'est de vivre bien et d'aimer les autres. C'est ça pour moi l'espoir. هاي القرية من قرى شمال غرب القدس، من القرى اللي قبل 67 كان عددهم عدد الأفراد القرية 3000 تقريباً أو 2700 شخص. بعد الحرب 67 صار تهجير لأهل القرية، طلعوا من القرية، ظل تقريباً 330 أسرة، يعني تقريباً 300 شخص الموجودين في هاي القرية. طبعا احنا هنا مغلق داخل الجدار، احنا لا بنقدر نوصل القدس ولا بنقدر نتواصل مع الضفه. فانا بتمنى انه يكون في ناس دائما متواصلين معنا حتى نقدر نثبت في هاي القريه اللي قوات الاحتلال دائما بتكون معنيه انه تهجرنا من القريه، لكن احنا الحمد لله ثابتين، مش راح نطلع. من خلال النساء، من خلال الشباب، من خلال الاطفال، بالنسبة للقرية احنا صامدين لغاية مماتنا. خروج من هالقرية مش رح نخرج. بتمنى انه يكون صوتي وصل للجميع، وبتمنى انه الكل يزورونا او يجي وقفوا لجنبنا حتى يضل وضعنا ثابت في هاي القرية، نقدر نتحمل الوضع المأساوي اللي احنا منعانيه في هاي القرية. صح معاناتنا كبيرة، لكن وجود الأحرار بجانبنا بيثبت وجودنا وبيعطينا الدعم والعزيمة والقوة إنه نضل ثابتين ونتحمل الأذى والاحتلال والاستهداف من قوى الاحتلال. We hope that the Palestinian Authority will take care more from Hebron. To encourage all the people to come, because Hebron, all the religious people, Muslims, Christians, and Jews like to come to Hebron, as well as it's a historical city. It is the second city all over the world after Jericho. So Hebron is a city of 7,000 years old. It's not like any city. It is a very important city. But regarding the tourists, it's not important. No, vision is not clear neither for me nor for any other people. Yes, it's not clear. You know, there is no negotiations, there is no solution, no. Always we have the hope, and we hope, but it is not clear for anybody. Even for the leaders of the area, it's not clear the future of Palestine in the near future is not clear. You know, even the French initiative stopped, the Americans stopped it. It was supposed to take place this month, and the Americans said stop, and the French unfortunately stopped it also. So we can't imagine what will come next year or next month even. صباح الخير يا ولاد عمومنا،
فضلوا شرفونا. شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا؟ بعتقد هيك هون بتمنى انه كل دول العالم بس يجوا على فلسطين يجي بس يشوفوا كيف المعاناة هون، كيف الوضع في البلدة القديمة. فرج انت سكان قلال هون وعمالها الناس بترحل من هون، يعني انه ولا حدا سائل في البلدة القديمة. الاجانب بيجوا بيجي بالنسبة، يا اليهود بيجوا 99%، عنا بيجي بس نسبة 1%. بتمنى انهم يجوا على جال المنطقة الفلسطينية انهم يتفرجوا على كل مشاكل اللي بتصير بس عند العرب. اللي تقريبا 22 سنة ساكن هوني. أنا أول ما سكنت ما كانوش هدول المستوطنين هدول أقرب عليها القدة، كانوا بعيد عني. فإجوا علي هون من المستوطنين، عرضوا علي $1,000,000 إني أدشر الدار وأطلع، رفضت. هددوني في ولادي، تهددوني في ولادي. عندي كانت المرأة حامل ولدت وهي واقفة في الدار هوني، ظل المولود عيط لما تقريبا 4 ساعات لما توفى. هسه هم كانوا مانعين سيارة الإسعاف تخش علي على هوني أو الدكتور يخش على هوني. بعد ما توفى الولد دخلت سيارة الإسعاف ودخل الدكتور، كان الولد متوفي، توفى قدام عينينا وكان حبل الخلاص ملفوف على رقبته. هسه بعدها إجوا قالوا مكفي اللي راح ونعطيك $1,000,000 وتطلع. طلعنا لو بدي الملايين كان ما خسرتش الولد، كان أخذت المليون وظل لنا الولد. لكن أنا لا بدي ملايين ولا بدي مليارات، أنا قاعد في الدار هوني. فعندي حملت المرة كمان مرة في الشهر الثامن، ضربوا علينا قنبلة غاز برضو اللي ببطنها راح، عودوا رجعوا نفس الشغلة، يجوا اللي بقولوا نعطيك 2,000,000 ومكفي اللي راح وبتعيش في أي منوديك أي دولة تعيش فيها، برضو رفضت. فبرضو التالت نفس الشغلة، والحمد لله راح لثلاثة وهم بيقرضوا علي. آخر إشي قال شو بدك إياه، شك مفتوح منوديك نيويورك واشنطن ألمانيا أي دولة بدك إياها منوديك عليها، رفضت. والحمد لله انتوا جيتوا وأنا قاعد في البيت هوني، هوني ما طلعناش منه، وإن شاء الله رايحين نضل فيه ومش رايحين ندشره. هسه هم عندهم هذا البيت يعني استراتيجي، لما إجوا بنوا جنبي على طول كان هدفهم اللي كمان يبني فوق هاي، على أساس اللي بطل على السوق وبطل على الحسبة بنفس الوقت باسك الجاليم، يعني لو أخذوا هوني بمدوا كمان لقدام. والحمد لله رب العالمين، يعني هي احنا صامدين هوني. المستقبل غامض هون في البلدة القديمة، المستقبل غامض. هاي بإيد المستوطنين، أول إشي بإيد ربنا ومن ثم بإيد المستوطنين واليهود، هم اللي بتحكموا في أمل الناس ومعيشة الناس ومستقبل الناس. شرفونا. شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا؟ بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك. الأمل كمان موجود عند الأطفال، بتشوفها في عيون الأطفال دايما في كل مكان، في مخيمات لما هم بيكونوا في مكان مسكر، مستحيل إنهم يشوفوا حدا، مستحيل إنهم يردوا يطلعوا ويقابلوا الناس بطريقة اللي على الأقل عايشين فيها أهل المدن. بس مع هيك بتلاقي الضحكة في عيونهم، دائما موجودة الضحكة في عيونهم، دائما هم بيلعبوا مع بعض، دائما هم حاضرين لكل إشي، وكمان عندهم استعداد إنهم يتعلموا ويروحوا على المدرسة، عندهم استعداد ضلهم يشتغلوا لحتى إنهم هم يوصلوا اللي بدهم إياه. دائما أملهم لما هم بيتعلموا في المدرسة إن هم أصلاً من وين؟ من فلسطين. فدايماً الأمل عندهم موجود بأنهم لازم يرجعوا على فلسطين. دايماً بيحكوا أنا من حيفا وأنا راجع على حيفا، أنا من يافا وأنا راجع على يافا. فهذا كتير مهم، هذا الأمل المزروع جوا الأطفال. الأهل عادةً بزرعوا، الناس اللي حواليهم، المدرسة، فهذا الإشي دايماً موجود. يعني هذا سؤال كبير، ولما يعني يتوجه
إنسان لاجئ عايش في مخيم حامل قضية على أكتافه بيكون سؤال يعني صعب، بس مش صعب علينا لأنه إحنا يعني قابلنا كتير تحديات، ولحد الآن إحنا عايشين في ظل تحديات. كل ما زادت التحديات كل ما زاد الأمل، يعني الإشي طردي عندنا، بمعنى عندنا أمل في المستقبل، عندنا أمل في إحقاق الحق إن شاء الله، عندنا أمل في إن نعمل ونعيد حساباتنا لكيف سنعود. إذا ما زبطتش من 67 لازم نعيد استراتيجياتنا، يعني ما زبطتش في الأول نقول ما زبطتش، مش نضلنا نجرب نفسه 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 نفسه، نشتغل على تكتيك ثاني اللي هو يتناسب مع كيف سنعود. عندنا أمل كمان في بكرة، في إنه الجيل اللي جاي رح يطلع وبيطلع إن شاء الله جيل متعلم. في بالفلسطينية هلأ كتير كتير في المحافل الدولية شرفونا كفلسطينيين، رغم المعاناة ورغم الوجع ورغم الفقر ورغم التحديات، إلا إنهم في المحافل الدولية كتير في عنا علماء، كتير في عنا كتاب، كتير في عنا شعراء، كتير عنا في مفكرين، وهذا بدل على إنه في عنا أمل في بكرة. ما تحطمنا ولا قعدنا على الأرض نستنى السماء تنزل ذهب أو فضة، السماء ما بتنزل لا ذهب ولا فضة، لازم نعمل ونعيد حساباتنا بهذا، لأنه مفهوم القوة هلأ اختلف. زمان الإنسان القوي كان لم يمتلك عضلات، بس هلأ لازم تكون قوي بس بعقلك وبتفكيرك وطريقة تعاملك مع التحديات اللي بتظهر. إحنا بنسمي أمل كثير. أنا هذيك اليوم بقرأ معلومة عن النات أنه أكثر الأسماء العربية بشكل عام اللي تطلق على البنات أمل، وأنا عندي بنت اسمها أمل بتدرس في جامعة النجاح سنة ثالثة هندسة، هندسة بناء، وهذا بيدل على إنه إحنا في عنا أمل. لما بنطلق على أبنائنا اسم أمل بيدل على إنه في عنا أمل في المستقبل بكل مفهوم الأمل، بإنه تتغير الأوضاع إن شاء الله لصالحنا، لإحقاق الحق لأصحابه الشرعيين بإذن الله. ما في عنا أمل في كل شيء. الأمل كلمة حلوة، وكمان لما نحدث عنا عن الأمل ونسمي أمل بيضل الأمل متواجد. The word hope actually is an acronym for human opportunities for peace and education. So that's interesting because it's hope as in the concept of hope, like seeing light. And at the same time, it's an acronym for giving like opportunities for peace and education. So Project Hope since 2003 has been receiving volunteers from all over the world who come to Nablus, employ their skills basically. They learn about the situation in Palestine. They learn Arabic. We have an Arabic program too. And they teach English, arts, and whatever skills they have to kids in Palestine. I believe Project Hope is very important in the sense that it provides people with, let's say, with an insight of what's going on outside of this world, especially because people here don't have access to the outside world. It's important because it widens their spectrum of seeing things. Hope is very much like the rest of the philosophical concepts, so you can't really come and define hope. But I like one of the quotes, I don't remember where it comes from, but the quote goes, hope is basically being able to see the light despite of all the darkness. So in Palestine, if there's one thing that keeps us alive and keeps us in our place, it's hope. Hope that is based on belief. Belief in the fact that we deserve this land belongs to us, and at one point, and hope here comes in, we will get this land back and we will establish our independent Palestine on this land. So this is hope. It's a project in Palestine because that's basically the one component that is actually functioning with the people. Which means, let's say, if I want to talk to people about the Palestinian state, I don't talk about a realist, like a Palestinian state that is on the ground. I talk about building a Palestinian state in the minds of the Palestinians, in the minds of the Palestinians, which would be like the hope in building a Palestinian state. It's a project because for kids who go to schools and they see the soldiers every day, if they don't see the light at the end of the tunnel, that there's going to be an end to this occupation, they're going to be able to pursue their education and so on and so forth, they're not going to go to school anymore. For my father, when he wakes up and goes to work, the same thing. If he doesn't see hope at the end of the channel, at the end of the tunnel, he would not go to work. So that's why it's a project. Like, it's basically the base of the life of the Palestinians.
It's everything we do. It's the food we eat and the water we drink.